أهلا بكم في الأسبوع السوري. حلقة اليوم نخصصها للحديث عن واقع العمال السوريين بمناسبة عيد العمال. نناقش التحديات التي تواجههم ونسلط الضوء على إحدى المبادرات الشبابية التي قامت بتأمين فرص العمل للكثير من السوريين، كما نتحدث عن بعض المشاريع التجارية التي قام السوريون بتأسيسها في مدينة إسطنبول، ونرصد أيضا معاناة العمال في الداخل والصعوبات التي يواجهونها في ظل الغلاء الكبير في تكاليف المعيشة. مع دخول الأزمة السورية عامها الخامس وتزايد أعداد اللاجئين في دول الجوار، يسعى السوريون إلى إيجاد فرص عمل لهم تعينهم على مواصلة حياتهم وتأمين قوت يومهم. السيدة هنادي التي هربت من لهيب الحرب في مدينة حلب ولجأت إلى تركيا، تمكنت بمساعدة مكتب رزق لتشغيل اللاجئين من إيجاد مهنة تؤمن من خلالها قوت يومها، لكن ساعات العمل الطويلة وظروفه الصعبة لا تتناسب مع الأجر الزهيد الذي تتقاضاه هناك. التقيت بالسيدة هنادي في مدينة شانلي أورفا وأعددت عنها التقرير التالي. 11 ساعة من العمل المتواصل يتحتم على هنادي أن تقضيها يوميا في مشغل للخياطة بمدينة أورفا بمرتب شهري لا يتجاوز 250 دولارا، ولا سبيل لديها سوى تحمل ساعات العمل الطويلة للتخفيف من مشقة اللجوء. والله نحن طلعنا من حلب من حي الشعار بسبب القصف، التجأنا لتركيا هون لمدينة أورفا، واضطرينا ندور على شغل، والحمد لله توفقنا بشغل على طريق مكتب رزق، والحمد لله مشان أعين أسرتي وأولادي وبيتي الحمد لله. هنادي كغيرها من اللاجئين السوريين تعاني استغلال أرباب العمل لظروفهم الحياتية وتشغيلهم بأجور متدنية وحرمانهم من أدنى الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم من العمال الأتراك. تحاول السيدة هنادي من خلال عملها في مشغل الخياطة هذه إعالة نفسها وأسرتها، لكن ظروف العمل في تركيا تبقى صعبة بالنسبة للسوريين في ظل حرمانهم من بعض حقوقهم الصحية والاجتماعية في حال تعرضهم لأي إصابات في مكان العمل. حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري دفعتهم ظروف الحرب في بلادهم للعيش في تركيا، ومحاولة الانخراط في سوق العمل فيها وسائل عديدة للبحث عن فرص لكسب الرزق، إحداها عن طريق مكتب أسسه نشطاء من المجتمع المدني لتشغيل اللاجئين السوريين. أسسنا مكتب رزق لتشغيل اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، يعني من أجل إيجاد فرص عمل لهم، يعني بعد الشيء اللي عانوه من الحرب، يعني حبينا نساعدهم بإيجاد فرصة عمل من أجل كسب رزقهم، ولحد من ظهرت الاعتماد على المساعدات، مع العلم أنه تم تأمين أكثر من 1200 فرصة عمل من قبل مكتب رزق للأخوة السوريين المتواجدين في مدينة أورفا. الجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني السورية تبقى عاجزة عن تأمين فرص عمل للاجئين في ظل تواصل تدفقهم إلى داخل الأراضي التركية وتزايد أعدادهم يوما بعد يوم. عدنان الظاهر، التلفزيون العربي، من مدينة أورفا جنوب شرقي تركيا. ينضم إلي هنا في الاستوديو السيد أنس شهاب، مدير مكتب رزق لتشغيل اللاجئين السوريين. أهلا بك أنس. أنت صاحب فكرة مكتب رزق لتشغيل اللاجئين السوريين، لو تحدثنا في البداية أنس، من أين جاءت لك هذه الفكرة؟ أهلا وسهلا. كما تعلم أستاذ أن الثورة في سوريا بدأت منذ بداية عام 2011، ولم يدرك الشعب السوري آنذاك أنها ستطول لسنوات. طول فترة الحرب أدى لازدياد المشاكل والاحتياجات التي تواجه الشعب السوري إن كان في الداخل أو الخارج، وبرزت لدينا مشكلة هامة جدا وحساسة وخطيرة، ألا وهي مشكلة البطالة. وهذه المشكلة مهملة من جميع الهيئات والمنظمات السورية والحكومة السورية المؤقتة، وأيضا من المنظمات الدولية، بالرغم من أهميتها.
من هنا جاءت فكرتنا، فكرة تأمين فرص عمل لأهلنا السوريين، تعيلهم، تعطيهم دخل ثابت مؤمن ومستقر، وأيضا نحافظ على خبراته إن كانت علمية أو مهنية من خلال عمله في السوق التركية. يعني هاي الفكرة أنس، هل كانت فكرة شخصية نابعة من ذاتك أم هناك مجموعة من الشباب قاموا عليها في البداية؟ طبعا الفكرة بدأت بالتعاون مع المنتدى السوري منذ بداية الشهر السادس 2014، باشرنا العمل بشكل رسمي وتم افتتاح مؤسسة رزق للتأهيل المهني وتشغيل السوريين، واستطعنا تشغيل 1430 سوري في عام 2014 فقط في عام 2014. والآن إن شاء الله خطة أكبر للتشغيل، ومجالات العمل متنوعة، منها العلمية، منها المهنية، منها داخل مدينة أورفا وأيضا خارج مدينة أورفا. إذن أنتم لا تركزون فقط على العمال أو المهنيين الذين يعتمدون على الحرف اليدوية، أيضا هناك أصحاب الشهادات تقومون بتأمين فرص عمل لهم. نعم، بالنسبة للسوق التركية هي بحاجة مدرسين لغة عربية، بحاجة مدرسين لغة إنجليزية، بحاجة مهندسين ميكانيك، هناك أطبائنا، هناك احتياجات كبيرة، لكن يجب علينا معرفة أين نتجه، من أين نأخذها. يعني سعينا كطاقم رزق، طبعا رزق عمله يتميز بأشياء، رزق ليس... كنت أسألك أنس عن هذه الفكرة، هناك الكثير من المشاريع التي تتمحور حول هذه الفكرة، تأمين فرص عمل للاجئين السوريين، لكن في الحقيقة مشروعكم أو مكتب رزق لتشغيل اللاجئين ربما إعلاميا أخذ ضجة كبيرة، لا سيما أنه من أكثر المشاريع التي أمنت فرص عمل للسوريين. ما الذي يميزكم عن باقي المشاريع الأخرى؟ طبعا رزق يتميز بأمور عديدة بالنسبة لطريقة عمله وبالنسبة لخدمته. طريقة عمله، نحن لسنا صفحة على الفيسبوك أو موقع إلكتروني فقط، بل لدينا مكتب كبير يتم مراجعتنا من قبل العامل السوري أو من قبل الشاب أو الفتاة بشكل مباشر، ويتم تسجيل السيرة الذاتية له وخبرات العمل، ونقوم بمقابلته وتقييمه، وأيضا إجراء مقابلة العمل بينه وبين الجهة المشغلة التركية، فأصحاب المعامل والشركات التركية يأتون لمكتبنا بشكل مباشر ويطلب العامل ويقابله في رزق، بالإضافة لطاقم كبير من المندوبين يتجهون للسوق التركية بحثا عن فرصة العمل، وموقع إلكتروني وصفحة فيس. وهناك أمر مميز وهام جدا يميز رزق، هو سر نجاحنا، ألا وهو فائدتنا تقدم للطرفين السوري والتركي. كل المشاريع السورية والمؤسسات السورية تقدم الفائدة للسوري فقط، لكن مؤسسة رزق تقدم الفائدة للسوري بأمرين: الأمر الأول هو تأمين عمل ثابت مستقر له، الأمر الآخر هو إبقاؤه في حالة تدريب مستمر من خلال عمله هنا. وتقدم فائدة للتركي، نحن نقدم له أيدي عاملة خبيرة بشكل مجاني، طبعا خدمة رزق مجانية كاملة، أنتم لا تتقاضون أي أجر، لا نتقاضى أي أجر لقاء هذه الأتعاب، لا من العامل ولا من المشغل ولا من المشغل. نعم، غاية وهدفنا إحنا نحل مشكلة البطالة ونحل هاي الأزمة، ونعمل عملية تقارب بين العامل السوري وأيضا الجهة المشغلة التركية. أنتم تعلمون المشاكل كثرت، وموضوع العمل هو موضوع حساس، فرزق أيضا كان له دور كبير في مدينة أورفا بالإسهام من تخفيف التوتر بين السوريين والأتراك، وهذا يشهد لنا فيه حتى المسؤولين والمنظمات التركية في مدينة أورفا. أنس، هنا لو تحدثت حول نقطة العلاقة بينكم وبين الجهات التركية، هل هناك أي دعم وتنسيق فيما بينكم؟ هناك أيضا ولاية مدينة أورفا أيضا مسؤولة عن أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، هل تتواصلون مع الجهات التركية ربما لتنسيق مشروعكم وإيصاله إلى أكبر عدد من اللاجئين السوريين؟ بالتأكيد، بالنسبة لأعداد السوريين في أورفا كبيرة جدا، العدد يتجاوز 600,000، وغالبيتهم من المناطق الشرقية في سوريا اللي هي دير الزور، الرقة، الحسكة، وأرياف حلب، وهي المناطق الأضعف تعليميا وماديا في سوريا حتى قبل الثورة. الحكومة التركية في مدينة أورفا أسهمت معنا وساعدتنا بأمور كثيرة، أهمها هي غض الطرف ومساعدتنا بتشغيل السوريين من خلال حث أصحاب المعامل وتسهيل عملية
أخذ العامل السوري في اختصاصات الإنشاءات، اختصاصات الطبية وأيضاً لمعاملهم، لكن نسعى الآن إلى تطورات أكبر في ولايات أخرى إن شاء الله. يعني مشروعكم الآن فقط يقتصر في مدينة أورفا وليس لديكم أي خطط مستقبلية ربما في مدينة أسطنبول وباقي المدن التركية؟ نحن لدينا خطة هي نقل السوريين المتمركزين على الشريط الحدودي. أنت تعلم أن السوريين أغلبهم تمركزوا في العدد الأكبر موجود على الحدود، ماردين، أورفا، عنتاب وأنطاكيا. نحن نسعى لنقل الأيدي العاملة الخبيرة وأصحاب الخبرات للمناطق التركية اللي موجود فيها فرص عمل أكبر وأيضا لا يوجد فيها سوريين، من خلال افتتاح مكاتب أخرى. لكن الآن إن شاء الله ندرس هذا الأمر وننتظر إتاحة إمكانيات مادية أكبر بإذن الله. حدثني أنه في البداية كانت الفكرة قمت بها لوحدك في مقهى صغير، أنشأت ربما صفحة على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن هناك انطلقت ثم توسعت الفكرة إلى أصبح مكتبكم من أكبر المكاتب لتأشير اللاجئين. تحدثني عن البدايات أنس والصعوبات التي واجهتها هناك. في بداية هذا العمل واجهت صعوبات كبيرة، أهمها من أهلنا، من أصدقائي السوريين ومن أصدقائي في مدينتي، فأخذوا يسخرون من هذه الفكرة أنه أخي أنت اذهب أمن فرصة عمل لنفسك. لكن إيماني بقدرة شعبنا وشبابنا على العمل ومعرفتي بقدراتهم هي اللي خلتني أستمر وأتابع بهذه الفكرة وأنجح فيها. وأيضا المنتدى السوري كان له دور كبير في تبنيها وتطويري وتطوير طاقمي بكل النواحي، فلولاهم ما نجحنا. لكن شبابنا من الشيء اللي خلاني أنجح اعتمدوا في الفترة الأخيرة على المساعدات وتعلموا على الكسل والتراخي. أيضا إصراري على إخراجهم من هذه الحالة هو سبب من أسباب نجاحي. هل تتابعون ظروف العمال بعد التأمين فرصة العمل لهم، أم دوركم ينتهي فقط بإيجاد فرصة عمل للاجئ السوري ثم هو يتولى أمره؟ هل هناك أي متابعة لحقوق هذا العامل فيما يتعلق بعلاقته مع رب العمل؟ أستاذي أنا لا أخفيك، نحن كأجانب في تركيا لا يحق لنا العمل، لكن تساهلا من الحكومة التركية والشعب التركي يقومون بمساعدة السوريين بطريقة أخرى. بالنسبة لعاملنا ليس له أي حقوق، لا يمتلك أي حق، لكن الأمور تأتي بالتراضي وبالتفاهم ومن خلال العلاقات الشخصية. نسعى في الأيام القادمة الحكومة التركية لإصدار قرارات وقوانين تخص العمل وتنظيمه، وإن شاء الله يتحسن وضع عاملنا بشكل أكبر بالأيام القادمة. ربما هناك أيضا مشاريع فردية هنا في مدينة إسطنبول. بكل أحوال أنس، انتشرت في المدن التركية عموما وفي إسطنبول على وجه الخصوص الكثير من المطاعم السورية، وكانت هذه المطاعم بمثابة مورد رزق للكثير من العائلات هنا. أنا بالأصل في سوريا كنت مدرس، وتجينا لهون تدريس علي ما رح يكون سهل، لأن لا عندي لغة ولا عندي جنسية. ففكرنا بمشروع نستفيد ونفيد إن شاء الله، فلقينا افتتاح المطعم هذا، وعنا عمال من كافة أنحاء القطر السوري، وبدينا به المشروع هذا. أهم الصعوبات أنه ما نعرف اللغة التركية، أما الحكومة التركية ساعدتنا كثير وفتحت لنا مجال بكامل مجالاته، وما دققوا علينا بشغلات كثيره وغضوا الطرف عن امور كثيره، وهذا ساعدنا انه نمشي بالمشروع. بهالحاره اللي نحن فيها عندنا عدد من الجيران، كل ما معنا الكلمه من تعاون عم يتعاونوا معنا، فعم نشعر حالنا والله كانه بين عائله كبيره. نحن سوريين بس عايشين بين أتراك، عم نشعر إنه نحن وياهم عم نكمل عائلة كبيرة. أنا
احنا استبعنا هذا المشروع لاحد المطاعم التي قام بتاسيسها احد اللاجئين السوريين هنا في مدينه اسطنبول. انتم كمكتب رزق هل ايضا تقدمون الدعم لتاسيس مثل هذه المشاريع ام فقط عملكم يقتصر على تامين فرص عمل للسوريين؟ رزق في اورفا من خلال علاقاته المتنوعه مع السوريين والاتراك بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم استطعنا تأمين دعم لوجستي بكل النواحي. يعني أي رجل أعمال سوري يود إقامة مشروع أو استثمار في أورفا أو في مدن حدودية نحن نقدم له دعم كبير من جلب العمال، من جلب الشركاء، من تأمين المستلزمات الأساسية لقيام المشروع، وأيضا نقوم بربطه من خلال علاقاتنا بجميع الأطراف. أنا زرتكم في المكتب في مدينة شارل أورفا، في الحقيقة أطلعتني هناك على خطة ورؤية مستقبلية لكم لتوسيع هذا المشروع مستقبلا. لو تحدثنا عن رؤيتكم أنت كمدير لهذا المشروع، ما هي خططك لتوسيع فرص العمل للاجئين السوريين، لا سيما أن الأزمة ربما تطول وتستمر لسنوات قادمة؟ نعم، هناك عدد كبير من خبرات السورية العلمية والمهنية هاجرت إلى أوروبا وإلى مدن أو دول أخرى، وللأسف بقي في تركيا السواد الأعظم من الشعب السوري بسيط الإمكانيات مع احترامنا للجميع، لكن الآن نحن نحسب خط الرجعة إلى سوريا، نحن نحتاج إلى كفاءات لإعادة إعمار هذا البلد، فمشروعنا إن شاء الله يكمله مركز تأهيل. نحن نحتاج وخطتنا لإقامة مركز تأهيل مهني وعلمي نؤهل من خلاله شبابنا السوري وشاباتنا، نؤهلهم لغويا مهنيا علميا في جميع المجالات بحيث يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم إما عن طريق رزق أو بشكل ذاتي من خلال سفره لمدن أخرى أو رجوعه إلى سوريا. إذا نحن ننشئ من خلال هذا المركز نوا هي نفسها تقوم بإعادة الإعمار إن شاء الله، بالإضافة لتوسعنا لمكاتب جديدة وفروع جديدة في المناطق الصناعية والتي توجد فيها فرص عمل أكبر. إذن أنتم على تواصل دائم مع أصحاب المشاريع التركية ورجال الأعمال هناك؟ نعم، ونشارك في مؤتمرات ومعارض تركية على مستويات، شاركنا في معرض الموسياد اللي هو على مستوى رجال الأعمال المسلمين في العالم، وشاركنا في معرض التومسيات ومعرض للإنشاءات، وكان الهدف منها إظهار إمكانياتنا من تقديم العمال السوريين في جميع المجالات وأيضا تقديم هذه الخدمة مجانا. ربما أيضا خلال تجوالي في مدينة أورفا التقيت بالعديد من السيدات هناك ممن استطعنا تأمين فرصة عمل من خلال مكتبكم، وتحدثنا قليلا عن الجانب النسائي. هناك الكثير من السيدات السوريات اللواتي فقدن أزواجهن خلال هذه الأزمة، أيضا قمتم بتأمين الكثير من فرص العمل لهن هناك، لو تحدثنا عن الجانب العملي للنساء السوريات في مدينة أورفا إن شاء الله. بالنسبة للنساء السوريات في أورفا أغلب الأعمال اللي يتم تأمينها لهم هي أعمال مهنية في المعامل أو في مجال الخياطة اللي هو متطور جدا في تركيا، وباقي الأعمال هي أعمال بسيطة جدا من أعمال مكتبية، لكن نحن نطمح لتدريبهم وتأهيلهم لأعمال أفضل ومستويات أكبر إن شاء الله. إذا هناك إقبال أيضا من قبل السيدات على مكتبكم هناك؟ طبعا، وأنا أحب أن أذكر لك معلومة هامة جدا، نحن لدينا إحصائية دورية سنوية وربعية ونصفية تصدر لدينا. في إحصائياتنا لعام 2014 و2015 نحن منذ الشهر الأول 2015 وحتى الشهر الرابع قمنا بتشغيل بما يقارب 600 شاب وشابة في مختلف المجالات. الإحصائية هي أن العاملات من السوريات هم بما يقارب 30% فقط من العمال جميعا من السيدات. إذن هذا يناقض بعض الإحصائيات الدولية التي تقول أن العاملات السوريات بما يقارب 70%. نحن شبابنا ورجالنا قادرين على العمل وأيضا يعملون، هذا أمر هام جدا أود لفت النظر إليه. نعم، ابقى معي أنس، دعنا نذهب إلى فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم. في ظل وجود حاجز اللغة الذي يعيق السوريين من الانخراط في الكثير من المهن،
لجأ الكثيرون إلى العمل في ورشات للخياطة والتطريز التي تعتبر من بين أكثر المهن التي يعمل فيها اللاجئون السوريون. في التقرير التالي نسلط الضوء على واقع العمل في إحدى هذه الورش بمدينة إسطنبول. ألوان كثيرة من المعاناة والصعوبات تواجه العامل السوري في دول الجوار التي لجأ إليها. محمد أجبرته الحرب الدائرة في بلاده على الهرب مع أسرته إلى إسطنبول، حيث عانى كثيرا حتى وجد ورشة عمل سورية، رغم أنه يجلس خلف ماكينته قرابة 10 ساعات متواصلة. هلا احنا هون عم نشتغل بورشة كلياتنا سوريين، يعني شوي عم يراعوا وضعنا الحمد لله، بس ولكن يعني انه ظروف الحياة هون شوي صعبة، ما في بيت ما في كذا، ما يعني هيك الأمور شوي صعبة. استقبلت السوق التركية أصحاب الخبرة في العمل بقطاع النسيج، حيث كانت تركيا وسوريا تتسابقان في هذه الصناعات، ولكن بعض الحرفيين يجيدون أعمالا أخرى غير مرغوبة في السوق التركية. في كتير شباب سوريين أجوا لهون على تركيا، فما اشتغلوا بمصلحتهم، لقوا صعوبة يعني أنه يشتغلوا بمصلحتهم، فاضطروا يشتغلوا بغير مصلحات، غير المصلحات اللي كانوا يشتغلوا فيها يعني بسوريا. يشكو كثير من العمال السوريين من عدم وجود ضمانات صحية أو اجتماعية، ويقولون إن الكثير من أرباب العمل يستغلون حاجتهم للمال، ما يضطر العامل السوري للمخاطرة بسلامته في سبيل تأمين قوت يومه. كثيرة هي أشكال معاناة العمال في صفوف اللاجئين السوريين، لكن العامل السوري في تركيا يعتبر الأكثر استقرارا والأفضل من ناحية الأجور اليومية إذا ما قورنا بوضع العمال السوريين في دول إقليمية أخرى. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول. يشاركنا الحوار الآن السيد بهاء الخطيب، وهو رجل أعمال سوري وصاحب معمل النسيج في مدينة إسطنبول. أهلا بكم سيد بهاء. أنت كنت صاحب أحد المعامل في مدينة دمشق، لو تحدثنا لماذا نقلت معملك إلى مدينة إسطنبول؟ بالحقيقة أنا ما نقلت المعمل، معملي في دارية، فبداية الأحداث وتبلش يزيد الوضع سوء بدارية، فبعد 6 شهور جيت لإسطنبول. السبب هو أنه إسطنبول كان في لي شغل فيه مع عدة شركات مجال النسيج، فأجوا زاروني ببداية عام 2011، فوجدوا الوضع يعني سيء، فطلبوا أنه يجي لإسطنبول. تابعت أنا شغلي كتمثيل للشركات التركية كجسر رابط بين تركيا وبين المنطقة العربية، بيت على الشكل هذا 2 سنين، ومعملي تابعي بإدارته شريكي لحتى عام 2012. صار الوضع كتير صعب، فالمعمل نتيجة الأحداث انقصف، فسافر الشركة على مصر، عم بيتابع شغلنا من هنيك، وأنا عم بتابع الشغل من خلال تركيا. يعني خلال افتتاحك لهذا المعمل هنا في مدينة إسطنبول، الإجراءات القانونية ربما في تركيا تحتاج إلى بعض الوقت، هل واجهتك أي صعوبات لاستصدار التراخيص والحصول على الرخصة من أجل افتتاح هذا المشغل؟ بعد ما صار جاني خبر أنه المعمل تبعي انضرب بدارية، فتكلمت مع أصدقائي بدمشق أنه الأفضل الواحد ينقل معامله لخارج سوريا أو لمناطق آمنة حتى ما يصير فيه مثل ما صار بالمعمل تبعي. فأحد أصدقائي كنت أشتغل أنا وياه، فحكيت معه ونقل مكاناته المنطقة الحرة بالأردن. أنا بحكم وجودي كان صار لي 2 سنين موجود بإسطنبول، سافرت لأنقرة وطلبت إذن بإدخال المكانات المستعملة، وأخذت بنظام التشويق إذن وقدرنا ندخرهم. بس طبعا أنا بقول الأفضل أنه يصير الاستثمار والشراء من السوق المحلية المتوفر كل شيء بداخل تركيا، من داخل يكون تركيا. أيسر. بس إذا واحد نقل معمله، إذا بده نقله كامل وسالم وله قيمة منيحة، في يعمل إجراءات ويأخذ إذن من أنقرة ويقدر. يعني هل هناك تسهيلات من قبل الحكومة التركية فيما يتعلق بتأسيس مثل هذه المعابن والمشاريع هنا؟ حاليا بالذات للسوريين في معهم كارت بلانش، يعني سواء كان كعمالة أو كان كفنيين أو كان كصاحبين تأسيس استثماري هون، معاملتهم يعني ميسرة جدا وما في أي قيود صعبة. يعني طبعا لا شك في إجراءات بده يمشي فيها لحتى يقدر يدخل للنظام الاستثمار. وبشكل عام بالفترة الأولانية كنظام تركي يعني غاضت البصر شوي عن السوريين، لأنه بيعرف مقدر وضعهم فيه صعوبة يعني،
ففي سهولة كبيرة كثير وتسهيلات من قبل الحكومة التركية. نعم أنس، لو انتقلت إلى ربما أعداد كبيرة من السوريين يعملون في مجال الخياطة والنسيج هنا في سواء في العديد من المدن التركية، أنتم ربما هناك أعداد كبيرة ممن وظفتوهم في هذا المجال، لماذا يقبل الكثير من السوريين على مهنة الخياطة والتطريز سواء في أورفا أو في مدينة اسطنبول ويفضلونها على غيرها من المهن؟ بالنسبة للأعمال اللي يعمل فيها السوريين في تركيا هي محدودة نوعا ما، أول لوجود عوائق كثيرة، أول عائق وأهم عائق هو اللغة، فاللغة التركية صعبة قليلا، بالإضافة لثقافة العمل في تركيا تختلف تماما عن ثقافة العمل في سوريا، فساعات العمل في تركيا طويلة من 8 صباحا حتى 7 مساء أو 8 مساء، أحيانا تصل إلى 12 ساعة وأكثر. ممتاز. الآن عذرا على دخولي إلى محور السياسة، لكن الآن لمسنا نظام الأسد البائد من دماره، هو ليس الدمار السياسي فقط والعسكري والفساد الإداري، بل موضوع العمل. فنحن في سوريا سابقا كان لدينا نظام العمل بالبطالة المقنعة حقيقة، بالأخص في قطاع الدولة والقطاع الحكومي. عاملنا الآن لمس المشكلة، لا يستطيع العمل والانخراط في السوق التركية. لهذا السبب نعمل دورات بسيطة تثقيفية عن طريقة العمل، عن طريقة إدخاله، وفي المراحل الأولى دائما يكون عمل الخياطة هو الأسهل لكثرة هذه الأعمال في الولايات التركية وفي حتى الأرياف، وأيضا أجورها جيدة نوعا ما، يعني تناسب العامل السوري، بالإضافة لمشكلة أخرى أيضا عاملنا هناك لديه مشكلة، يعني يجب علينا الإنصاف ليس فقط لعاملنا أو للجهة المشغلة، عاملنا لديه حالة عدم استقرار مكاني وأيضا نفسي، فالجميع هناك دائما تنقل بين مدينة وأخرى، تمام، عدم استقرار بين المدن، وأيضا حزنه على ما فقد في سوريا، يعني يعطي نوع من اليأس في العمل، ولا ننسى الأجور المتدنية عند الأتراك، يعني هي كلها مشاكل عمل. نعم، بكل الأحوال دعونا نستمع لآراء بعض السوريين حول الصعوبات التي تواجههم في سوق العمل بتركيا. أهم الأشياء اللي بيعاني منها العامل السوري الموجود في تركيا هي أول شيء غلاء الأسعار وضعف الأجور اللي ما عم تناسب مع الواقع أنه نقدر نعيش فيه. وثاني شيء هو التأمين الصحي، التأمين أنه مثلا إذا واحد لا سمح الله صار معه أي شيء مش يعني ما في سيكورت أنه تعطيه تأمين صحي. أنه بالنسبة لله أنا لولا يعني قلت لك أنا لولا أنا عندي 2 أولاد عم يشتغلوا معي وأنا أب عمري 50 سنة ما بسد الأجور، يعني إلا في حالة واحد يبعد عن اسطنبول شيء حدود 3 ساعات 4 ساعات في الباص ليأخذ أجار بسيط ما بلاقي شغلني، ما في شغلني. الأجر اللي بيحصل العامل كمان أجر متدني جدا، وحتى لو اشتغل يعني ضمن المجالات التركية كمان بياخد تقريبا أقل من نصف الراتب المعتاد هون بهالبلد، رغم أن الدولة يعني عم تفتح له مجال هون يعني وتساعده بكتير أمور، بتتجنب الضرائب معه، بتتجنب فاتحت له المجال حتى يشتغل ساعات متأخرة من الليل بأي مكان. السيد بهاء، استمعنا ربما هناك تذمر من ضعف الأجور هنا في تركيا فيما يتعلق بالعامل السوري الذين يعملون في المعامل السورية هنا في مدينة اسطنبول، هل الأجور المقدمة لهم تتناسب مع غلاء المعيشة هنا؟ يعني ما شك فيه أنه العامل أكيد بده يواجه صعوبات، السبب أنه نسبة الناس اللي دخلت إلى السوق التركية عددهم مو بألف ألفين، بمئات الآلاف، فهالشيء هذا أكيد في صعوبة، يعني سواء كان على الجانب التركي أو على الجانب السوري. فإذا نحن نكون منصفين كوضعنا من ناحية وجهة نظر العامل، من وجهة نظر السوري ومن وجهة نظر التركي، فالشيء اللي عم بيصير هو حالة طبيعية، وجود مثل هالبرامج هاي بتسلط الضوء على مشاكل السوريين وكمان لازم تسلط مشاكل الأتراك. فأنا برأيي لا شك في صعوبة، ولكن أي شاب عنده هدف بأنه يشتغل صح ويعطي صح مقابل ياخذ أتعابه يستطيع تأمين قوتي، يستطيع. وعندي أمثلة أنا من خلال وجودي هون صار لي 4 سنوات، فكل جيراني بمكاني اللي أنا أسس فيه بمنطقة بيرن باشا، جيراني الأتراك كل ما لقوا حدا من السوريين أول من خلال علاقاتي
بيجيبوا لعندي على المكتب مشان استعمل خلال علاقاتي يعني، لانه كمان وكيل الشركات التركيه. فكمان الاتراك بيهمهم يجيوا عمال سوريين يكون في لهم مرجعيه حتى اذا صار في مشكله او تقصير يعني. فمن خلال خبرتي انا من خلال الاعمال السوريه، طيب بسال سؤال ثاني انا، ليش في سوريين الاتراك كل فتره بيتصفين او السوريين نفسهم اللي عندهم صاحبين عمل بيشكروا كثير من هالعامل هذا، شو السبب؟ معناتها الاداء العامل هو اللي بيحدد اجاره، زائد بيحدد القيمه اللي لازم هو ياخذها والمركز اللي لازم ياخذه بعمله. فهي جانب هذا كثير مهم، هذا انه اي سوري هو بيريد انه يشتغل صح ويعطي صح بده بالبدايه يصبر لحتى يثبت نقاط القوه تبعه، سواء عند منشاه سوريه او منشاه تركيه، بعد ما بيوصل للهدف صح. وفي كثير اتراك هلا حاليا صار عندهم قناعه بانه السوريين اذا اجوا من خلال يعني طريقه عفويه احيانا بيواجهوا مشاكل يا بتزبط معهم ما بتزبط معهم، اما اذا اجوا من جهات ناس موثقين انه هذول كان عندهم عمل وعندهم خبره، فعم بيصير في نتائج ايجابيه وعم بهالحاله عم ياخذ حقه صح، يعني في رواتب عم تصير اكثر من التركي. اكثر من التركي. بس اذا كان متميز وجدي. نعم. انس، بعض الاتراك بداوا يتذمرون من ازدياد العماله السوريه هنا في تركيا، هل فعلا سوق العمل التركي لا يستوعب هذه الاعداد الكبيره من السوريين، ام ربما هناك نوع من مستقبلا قد يتواجد نوع من المشاكل بين السوريين والاتراك؟ الاتراك يقولون ان السوريين بداوا ياخذون فرص عملنا هنا في دولتنا، هل فعلا السوق العمل التركي لا يستوعب هذه الاعداد الكبيره للسوري، ام هناك فرص كبيره تستوعب الجانبين سواء السوري ام التركي؟ بالنسبه لتذمر قسم من الاتراك هو امر طبيعي ولا شك فيه، لكن ما علمناه وما جربناه وخبرناه أن تركيا بحاجة أيدي عاملة بما يتجاوز 240 ألف عامل، وهذا ما أعلن عنه وزير العمل التركي فاروق تشيليك في أكثر من لقاء رسمي. فهؤلاء العمال يفضل أن يكونوا من السوريين لأسباب عديدة، أهمها هو رخص الأيدي العاملة وكفاءة العامل السوري. فحالة يعني التدمر التي أريد أن أركز عليها، العامل التركي يقول أن السوري يتقاضى أجر زهيد مما يسبب لنا نوع من البطانة في هذا الجانب، هل هم محقون فعلا في هذه النقطة؟ نعم هم محقون. أنت تعلم في كل بلد يحدث فيه حروب يحدث عدة حالات استغلال، من ضمنها استغلال العمال، لكن بعد فترة من الزمن واستصدار قوانين سوف يتم تحسين هذا الوضع ومساواة العامل السوري والعامل التركي إن شاء الله. نعم سيد بهاء، لو تحدثنا ربما عن أعداد العمال الذين قمت بتشغيلهم من خلال هذا المشغل الجديد، ربما هذه المشاريع أيضا تساعد كثيرا في خلق فرص العمل للسوريين هنا في مدينة إسطنبول. المشكلة بالعمال السورية هو أنه مو كل العمال السوريين موجودين بالأراضي التركية عندهم قناعة بأنه يستقروا داخل تركيا، هي نقطة كثير مهمة. في قسم عاله مشتت بالداخل نتيجة الظروف والأخبار، وفي قسم عاله أنه يلاقي الفرصة الأفضل هو يطلع لأوروبا. هالشيء هذا عم بيخلي العمالة السورية أنه ما تكون مستقرة، وصاحب العمل سواء كان سوري أو تركي أهم نقطة بالعامل هو يكون العامل مستقر، لأنه أول فترة 3 شهور للسنة بيكون العامل الراتب تبعه قد ما كان قليل او كثير يعتبر انا برايي غير موافي لصاحب العمل. ليش؟ عبين ما يفهم نمط العمل ومتطلبات العمل بده فتره. للاسف انه كثير من السوريين وقت بيشتغلوا بعد فتره بيغيروا لمكان ثاني فكروا انه ياخذوا فرصه افضل او بينتقلوا لبلد ثانيه مثلا يطلعوا لاوروبا، فهالشيء هذا بيسوي خلل بال ربما هم ياتون الى اسطنبول كفتره مؤقته للانطلاق منها الى معوق كبير هذا بالنسبه لاوروبا. هلا لا شك كمان بالجانب الثاني في قسم كثير جاي لهون بده يستقر وحاطط هدف انه هو بده يشتغل. انا بعرف شباب اعمارهم حوالي 20 سنه بس عمرهم بالقيم بالشيء تعبانين فيه على حالهم رجال حقيقة. يعني هناك بالحقيقة الكثير من قصص النجاح التي أسسها السوريين هنا في مدينة اسطنبول. يعني أنا بحكي على مستوى حتى العمال حطوا أهداف حلوة كثير ووصلوا لها وصاروا هن جابوا عيلتهم وفتحوا العيلة تبعهم وشغلوا كذا واحد أوتوماتيكي. نعم، ربما إحدى هذه القصص هي قصة أبو محمد وهو مواطن سوري قام بافتتاح مخبز آلي في مدينة اسطنبول واستطاع من خلاله تشغيل عدد من السوريين ومساعدتهم في التغلب على صعوبات اللجوء هنا، نتابع قصته. الحقيقة نحن لما طلعنا من سوريا يعني كان في معاناة أول شيء بالطلعة، وبعدين لوقت ما عملنا دراسة شلون بدنا نأسس عمل هون، شلون بدنا نرجع
بدينا من الصفر كذا، في الحقيقة كان معاناة كبيرة. العمل هون مو سهل، هون بلد كبيرة وفيها يعني منافسة كبيرة، الحقيقة فيها منافسة كبيرة. المهنة هاي هي مو صعبة، بس بدك تقدم أنت بطريقة جديدة بهون للأتراك. الأتراك يعني لازم تقدم لهم إياها يعني شيء تقبلوها بأمبلات جديد بطريقة جديدة، يعني يكون يرتاحوا وقت اللي يشوفوا نقدم لهم الخبز السوري ينبسطوا منه ويرتاحوا ويتقبلوه. فهالشيء يعني والله كلفنا أعباء، يعني بصراحة أعباء كبيرة، كان مادية ولا أعباء يعني تعب وأعباء يعني معنوية. إجراءات والله في إجراءات هون عندهم، يعني بالنسبة للأتراك عندهم إجراءات شوي صعبة يعني، وفي يعني مطالب كبيرة لبين ما حققناها لبين ما حصلنا على الترخيص أخذت وقت كبير وأخذت جهد كبير. بالبدايات كان في صعوبة والله شوي، بس باعتبار إنه في نازحين كتير طلعوا من سوريا، عمال كتير طلعوا من سوريا، بالفترة الأخيرة صار يتوفر عمال. بالنسبة للجوار والجيران والأتراك يعني في هيك وفي هيك، يعني في ناس متقبليننا وهضميننا، وفي ناس بصراحة يعني بوقفونا عقبة أحيانا يعني. أنس، ربما أصحاب المهن اليدوية كما تابعنا في هذا التقرير ربما وضعهم أسهل في الحصول وإيجاد فرصة عمل مقارنة مع أصحاب الشهادات هنا في تركيا، لا سيما أن هناك عائق اللغة يعيق هؤلاء السوريين أصحاب الشهادات من إيجاد فرص عمل تناسبهم. ربما لو تحدثنا عن الصعوبات التي يواجهها خريجي الجامعات. لجأنا لتدريب أصحاب الشهادات وطلاب الجامعة بالأخص اللي لم ينهي الدراسة الجامعية على بعض المهن، وأسهلها كان الخياطة ومهن الكمبيوتر من تصميم، ونجحنا بتوظيف عدد منهم، لكن لا تحل المشكلة إلا من خلال دمجهم بشكل أفضل باختصاصاتهم. ربما هناك الكثير من أصحاب هؤلاء الشهادات لجوا إلى المهن اليدوية وهم الآن يواجهون صعوبات كبيرة في هذا المجال، لا سيما أنهم يشعرون أنهم مظلومون مقارنة بأشخاص آخرين. نعم، بالنسبة لأصحاب الشهادات الآن حسوا بفرق كبير. في سوريا كانوا هم الأفضل وهم الأقدر على العمل، الآن عكس الأمر. أنا أخبرهم بأن ينتظروا فترة قريبة، الآن بعد الانتخابات التي تجري في تركيا سوف يتم استصدار قرارات لعمل الأطباء، الصيادلة، المهندسين، المدرسين ومجالات كثيرة. الأمر يحتاج للصبر فقط إن شاء الله. نعم، اسمحوا لي نذهب إلى فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم. تبدو أوضاع العمال السوريين في الداخل أكثر صعوبة مقارنة باللاجئين، حيث يواجه هؤلاء تحديات كبيرة تتمثل بانخفاض الأجور وسط غلاء المعيشة. أبو عاشور عامل نظافة يتحدث عن قصته. الحمد لله بطلع الصبح شغلي وأقول يا الله، برجع الظهر من شغلي قدام أولادي بطلع عليهم بشوفهم عم بدرسوا، بفرح بنسى العام التعب، بنسى شغلي، بنسى الدنيا كلها، وبشوفهم هيك عم ياكلوا بشربوا بضحك معهم بلعب معهم بنبسط معهم، سبحان الله بنسى الدنيا كلها. الله صلنا 4 أشهر منا قبضانين رواتب طاول ولا ورا، الله علي دين 25,000 وزملائنا كلها هيك نفس الشيء، بيجوا بيعطونا المنحة مثلا بيقولوا لنا راتب، بيقولوا لنا شيء بيعطونا 75 دولار هذا راتب، ونحن بنعرف راتبنا أكثر. يلا هون في جاري علي دين 25,000 أنا من ليه بدي أجيبها؟ 4 أشهر صلي معي أبطال. عم نعاني من الصعوبات أكثر شيء من الآليات، ما في آليات، ما في شيء طاول، يكون في آليات يمشي الحال، مننظف كل شيء، والله عم نشتغل على أيدينا، العربية دحم، موتور ما في، بوك مثل عادي ما في، سيارة ما في، عم نعبي بالعربية بندحمها 1 كيلومتر لبين ما نروح جسر الحج، نكبها ونرجع،
شاد لها كم عربيه للروم نودي ونجيب. باب الموتور اليه او سياره شالتنا كلها 5 دقائق من الروم نرجع. السيد بهاء، كما تابعنا في هذا التقرير هناك في الحقيقة صعوبات كبيرة يعانيها العامل السوري في الداخل، لو تحدثنا عن وضع المصانع والأيدي العاملة التي بقيت داخل سوريا، ما هي الصعوبات والتحديات التي يواجهونها الآن لا سيما في ظل استمرار وتواصل المعارك هناك؟ يعني بالنسبة للمصانع، أنا كوني من دمشق، أنا فأغلب 90% من مصانع دمشق موجودة في الريف الدمشقي. في ريف دمشق. والريف الدمشقي كله يعتبر تحت القصف النظام، فهالشيء هذا مشكلة كبيرة. إذا نستطيع أن نقول أن 90% من المصانع توقفت هناك. 90% بس كان في فرصة منيحة من تفكير كثير من الصناعيين بالاتفاق مع عمالهم، يعني بأنه بداية الأحداث بلش يعملوا توازنات. إنه القسم مصانعهم لأماكن الآمنة لمركز دمشق، وإلى الآن تعمل، ولكن بشكل صارت ورشات، كانت مصانع كبيرة صارت ورشات صغيرة. انحمق قسم كثير من المكنات بهالطريقة هي، بس في قسم كثير كمان يتدمر. هلا أنا بنصح كل من يعني عنده منشأة أو عنده عمل، سواء كان كعامل أو كصاحب عمل، حفاظا على المقدرات السورية، سواء كان ككوادر بشرية فنية أو ككتل صناعية، يعني انه يعمل متوازنات بين الاماكن اللي هي امنه والحالات الثانيه، يبنوا مشاريع داخل خارج سوريا لحتى بعد فتره تبقى تنتج القضايا الفنيه تبقى عم تستمر بعملها وانتاجها، ولحتى تكون مهيئه ما بعد سقوط النظام بانه ترجع تبني سوريا، لانه اهم شيء هو بناء الاقتصاد. فهي نقطة كثير مهمة، سواء كان كقدرات فنية انه قسم من العمال اللي عنده مكان ليشتغل يتابع فيه، اللي فقد شغله يحاول يستمر بإيجاد عمل خارج سوريا لحتى يبقى هو محافظ على قدراته الفنية وعلى إمكانياته وتواصله مع أصحابين العمل لحتى يكون مهيئ في الدخول في حالة مرحلة البناء. يعني هل هناك الآن أي ورش عمل تعمل في المناطق المحاصرة، سواء في الريف الدمشقي، في دارية ودوما وحرستا وما إلى ذلك؟ بالنسبة لمصنعنا بصراحة حكاية حلوة كانت. أنا تعاملي مع عمالي مو بتعامل كصاحب عمل وكعمال، دوما كنت أقول كلمة إنه العامل هو وصاحب العمل قاعدين من المعمل كسفينه واحده، فكل واحد بس له دور، شيء بيأديه العامل، انا ما فيني اديه، اللي بيأديه انا ما في اديه العامل. فبلشت الاحداث، استلم اداره المعمل هو شريكي، بعد ما عاد استطاع انه يتابع زياره المعمل بين دمشق وبين داريه، فسلمنا اداره المعمل للعمال، ولحد الان العمال هن قائمين على اداره المعمل، بس منطقه المعمل صارت منطقه تماس، فصارت صعبه جدا. بيحافظين على شو؟ على المستودعات تبعت المعمل، فمستمرين بإدارة ما تبقى من المعمل. في أماكن تانية بتوقع كل منطقة إلى ظرف معين، في قسم عم يستمر بعمله يعني. نعم. أنس، لو انتقلت إليك، يعني أنتم كيف تتم آلية العمل لديكم في مكتب رزق؟ يعني عندما يأتي اللاجئ السوري إليكم، ما هي الخطوات التي تقومون بها، سواء تسجيل البيانات وما إلى ذلك؟ نعم، نحن تقصدنا افتتاح مكتب يتم مراجعتنا بشكل مباشر، لأنه هناك نسبة كبيرة من الشعب السوري ليس لديه ثقافة كتابة سي في أو تقديم على وظيفة. كنا سابقا الوظائف إما جهات خاصة بسيطة أو القطاع الحكومي اللي يمتلك طريقة روتينية من تقديم الأوراق. يأتي الشاب أو الشابة أو حتى الكبير في العمر بشكل مباشر إلى رزق، يتم تقديم طلب باللغة العربية، يشرح من خلاله مهاراته العلمية أو المهنية واللغوية، وإن لم يمتلك هذه المهارات أيضا يضعها، إن كان يمتلك أعمال زراعية أو أعمال حتى بموضوع الإنتاج الحيواني. بعد ذلك نقوم بإدخال بياناته إلى قاعدة البيانات في رزق وإعطائه رقم ودور. ننتظر التواصل، إن امتلك مهنة أو لغة أو شيء مميز يتطلب السوق التركي، نقوم نحن بالتواصل معه وترشيحه للعمل بشكل مباشر. أما إن كان وضعه كلاسيكي كما هو حال أغلب السوريين المسجلين لدينا، نقوم بتنزيل إعلانات على صفحتنا بشكل دوري ويومي بما يقارب من 10 إلى 15 إعلان يوميا. يقوم المتابع لصفحتنا والمسجل لدينا بترشيح نفسه تلقائيا للوظيفة، وأيضا نستقبل صاحب المنشأة
أو الجهة المشغلة. إذا أنتم تقومون بعملية الربط والتواصل بين نعم. العامل السوري وصاحب المعمل التركي. نعم. ربما لديك أيضا تجربة مشابهة لهذا الأمر سيد بهاء فيما يتعلق بتوظيف اللاجئين السوريين، لو تحدثنا عنها. من خلال أول بلشت أنا بالعمل كوني وكيل شركات تركية، والشركات اللي أنا وكيلها هي من أكبر الشركات التركية، فعندها نسبة عمالي عالية جدا. بالبداية كانوا متخوفين من تشغيل العمالة السورية لأنه ممنوع يشغلوا شيء غير نظامي يعني. بس بعد القرارات اللي صدرت من الحكومة التركية ساعدت كتير لأنه يبلشوا يشغلوا. وبصراحة صار أي من العمال يتواصل معي بده يشتغل، طبعا إذا كان مناسب لمكان العمل نرطن شبكه مع العلاقات الأتراك واشتغل فيه أو مع السوريين، لأنه يعني كمان يوم بعد يوم تزيد الشركات كمان السورية، وحتى الأتراك بيشجعوا بصاروا بعضهم إنه والله نحن نجحنا مع كم عامل سوري فصاروا يطلبوا مزيد من العمال. هالشيء هذا شكل عندي داخل المكتب تبع العمل تبع المعمل تبعنا، شكلنا قسم السكرتارية قسم خاص لأرشفة الإكسل، كل ما اجانا عمال سواء كان من يعني من عن طريق الاتراك جيراننا او اجوا لعنا من خلال علاقات، صار يصير عمليه تقييد لمهاراتهم لامكانياتهم، نحاول انه احنا نتواصل معهم بالمكان المناسب لكل واحد. طبعا هالشيء هذا طلبت انه كنت اتمنى من زمان نتعرف مع الاستاذ انس لانه ربما هذه فرصه ايضا ربما اللي التعاون مع بعض طبيعي، لانه انا بصراحه غير متفرغ لهالعمل هذا، وانا بشتغل بطريقه يعني تقليديه نوعا ما. اذا تشكل مكتب مؤسساتي رسمي ليتابع العمال انا برايي بصير في انجاز اكثر. ولازم لا ننسى ابدا نحن نفكر بالجانبين، الجانب التركي والجانب السوري، حتى نكون بحاله وسط وقبول لدى الطرفين. دعني اذهب الى تقرير اخر. بعض المواطنين السوريين فقدوا خلال الازمه هذه وظائفهم الحكوميه، وهم اضطرهم إلى العمل في مهن مختلفة. أبو عمار كان معلما في إحدى مدارس مدينة حلب، لكنه الآن يعمل في بيع المواد الغذائية بسبب إغلاق العديد من المدارس هناك. كنت أنا معلم مدرسي يعني، كنا نشتغل في التدريس، فيعني طلبنا طلع اسمنا يعني وحاولوا يعتقلونا، واتجت سوار هون على المناطق وحررت انضمينا للثورة. فيعني في مدارس عندنا هون بالمناطق هذه بس الدعم قليل يعني ما بتوفي، واضطرينا فتحنا محل سمان والحمد لله الأمور كويسة وجيدة، وإن شاء الله نأمل أنه نرجع مصلحتنا أو على وظيفتنا بس نخلص الثورة. أنس لو أنهي معك، هل لديكم أي خطط مستقبلية ربما لفتح فروع لمكتبكم في المناطق الحدودية داخل سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة؟ نحن الآن ضيوف في تركيا، وأملنا وطموحنا هو العودة لسوريا إن شاء الله قريبا، وأنا أعمل وأعد لهذا اليوم إن شاء الله من خلال تجهيز جيش من العمال وليس من المقاتلين لكي نبني وطننا المدمر بكل النواحي. ولدي خطط إن شاء الله لنقل مشاريع وافتتاح مشاريع تنموية في الداخل السوري المحرر، وأيضا توسع بالتشارك إن شاء الله والتعاون مع مؤسستنا المنتدى السوري لافتتاح فروع أخرى. ربما هناك تحديات كبيرة بانتظار السوريين بعد انتهاء هذه الأزمة. بكل أحوال أشكركما جزيل الشكر أنس شهاب وبهاء الخطيب على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. شكرا. كما أشكركم شكرا. أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، وأترككم الآن مع قصة أبو أحمد الذي كان يملك مصنعا في مدينة حلب، أجبرته ظروف الحرب على العمل كسائق لسيارة أجرة بعد أن تعرض مصنعه للقصف. إلى اللقاء. أنا كنت أشتغل ميكانيكي آلات مخمل وزبداج، ومن بعدها صرت أشتغل في مجال التجارة، أجيب ماكينات من أوروبا ومن تركيا ونصبهم هون نجهزهم ونبيعهم. وبعدها حويت معمل صغير واشتغلنا الحمد لله رب العالمين، مشت أمورنا مشوي كويسة. بعدين صارت الثورة وصار النظام يقصف المناطق هاي الصناعية، انقصف المعمل انضرب
بالمصاري اللي بقت معنا، المصاري القليله اللي بقت معنا، نشتغل في مجال السيارات، اشتري سياره الله بنزوزقها بطلع عليها بنعمل لها صيانه وبرجع ببيعها وعلى قد مثله.